بسم الله الرحمن الرحيم. الفيلم نزل انستجرام ونزل فيسبوك من نواحي فنيه كده معينه. يعني نواحي فنيه، انا باجي اضيف الصوره بتاعتي في الانستجرام بيسمح لي اعمل عليها تعديل. ماشي، نزلت نزل مثلا ريميكس مثلا في الانستجرام وعايز اعمل صوره معينه بيسمح لي، واصمم صوره وانزلها بيسمح لي، الكلام ده كله. لكن بيروح في الفيس بياخد لي هو لقطه، بياخد اللقطه دي منين وبينزلها؟ في ناس محتاره في الموضوع ده قوي، تقول لك ليه بياخد اللقطه دي مش اللقطه دي، ده انا عايز اخد اللقطه دي. امتى تتحكم في الموضوع ده؟ الموضوع ده مفيش تحكم خالص، بس انت امتى يا صاحبي تتحكم في الموضوع ده؟ بطريقه بسيطه وسهله جدا جدا، ان انت وانت بتعمل نيكست، وانت اعمل بلاي كده وانت بتعمل نيكست، بياخد لقطه اللقطه مطرح ما انت واقف بالظبط، مكان ما انت واقف بالظبط. يعني انت مثلا نفترض عندك فيديو 4 دقائق، مثلا في الدقيقه 2:56 يجي مثلا انت بتعمل نيكست في اللحظه دي، هي دي اللحظه اللي بيلقط فيها الصوره وبينزلها لك والناس كلها بتشوفها. يبقى اذا هنا انت تقدر تتحكم في الموضوع ده، بعد ما كل كان فاكر ان ما يقدرش يتحكم في الصوره دي، ودي حاجه مهمه جدا جدا انك تقدر تتحكم فيها، ودي معلومه مش كل الناس عارفاها. عشان كده حبيت اوضحها لكم. لو حبيت تتحكم تنزل صوره معينه من الفيديو، اتفرج على الفيديو شوف صوره معينه عندي الدقيقه والثانيه كام، في الوقت ده بالظبط اعمل النكست بتاعك. طب لو انت مش قادر تلقط، يعني عند اللحظه دي المشهد بيجي بسرعه، اعمل ستوب بعد كده اعمل نكست. هو هنا بيقبل، ما اعرفش انا بعمل على الكمبيوتر، ما اعرفش بقى الكلام ده بيقبل عندي في الموبايل ولا لا، بس حبيت اقول لكم على المعلومه عشان تكون معروفه بالنسبه لاي حد، بس هو تقريبا بيقبل في كله، وده اول فرق موجود بينهم هما الاثنين، انك تقدر تعمل ديزاين تصميم جديد خالص للريمكس اللي هو في الريلز بتاع الفيس، لكن للانستجرام ولا ايه؟ لكن الفيس لا، ما فيش غير بالطريقه اللي قلت لك عليها دي، ده اول حاجه. تاني حاجه، انت عندك الفيس مده الريلز بتاعته دقيقه، لكن الانستجرام دقيقه ونص. تالت حاجه، اديك شايف مثلا بالنسبه للريلز الفيسبوك والانستجرام هما الاثنين بيتشابهوا في حاجات كتير، لكن الاختلافات بتكون في حاجات زي كده. واخر حاجه عايزين نقولها، الريلز طبعا اللي انت شايفينها بتاع الانستجرام دي سهل جدا اشيرها على الفيسبوق، اسمح لي بكده، لكن لو هتقف على ريلز الفيسبوك لا، صعب ان انا اشيرها فين؟ على الانستجرام. ودي حاجه هو امكانيات ما بينهم هما الاثنين هو المدهاني. اما بالنسبه للارباح ما بين الفيسبوك والانستجرام، دي بتبقى مثلا عندك تفعيل الريلز، ربح الريلز مثلا، ده وضع مختلف شويه. ليه وضع مختلف؟ لان انت عندك في الفيسبوك ليه وضعيه معينه، تشغيل وضع الاحترافي وتعمل مش عارف النجوم تكسب منها ولا تكسب مش عارف من المشاهده، هتكسب من ايه؟ طب يا ترى الانستجرام ايه وضع مكسبه؟ دي حاجه بقى بترجع لشخص عايش من الموضوع ده او شغال الموضوع ده. بس هو في منصات ثانيه في الربحيه احتمال تكون افضل او اسهل، ده على حسب كل واحد. لان في جماعه حاجه مهمه جدا في الموضوع ده، في واحده قالت لي مره انا جمهوري كله جاي من الريلز بتاع الفيس مش من اي حاجه ثانيه، قلت لها طب الانستجرام؟ قالت لي مش قد كده، قلت لها طب بالنسبه لليوتيوب؟ قالت لي برده مش قد كده، لكن انا عندي الريلز طاير معايا، طاير بالمليون والاثنين الكلام ده. في كل منصه عليها ناس معجبه بحاجات معينه، يعني انا بعرض ساعات فيديوهات عليا انا مثلا حاجات مثلا في الاديوكيشن في التعليم مثلا المنصه في الفيس، يجي لي ناس قليله، ممكن في اليوتيوب يجي ناس اكتر من الفيس، طب انستجرام ممكن ما يجيش او يجي، حسب ايه المهتمين بأني تكنولوجيا، الموبايلات ولا تكنولوجيا مثلا تعليم ولا الكلام ده. الوضع هنا بيكون مختلف في الربحيه، في الفرق بين الريلز بتاع الفيسبوك والريلز بتاع الانستجرام. الربحيه هنا مختلفه تمام حسب نوع الجمهور وهو مهتم بايه. ونرجع نقول ان معظم الجمهور مهتم بمشاهد كوميديه في كل المنصات، ده من حكم خبرتي يعني، او مشاهد دراما او كذا او كذا او الحاجات اللي فيها التجديد. الناس اللي عايزه الادوكيشن او التعليم او الكلام ده بتكون الناس داخله تسال على حاجات معينه، وبتشوف اول حاجه في البحث موجوده وبتدخل تتكلم وتسال والكلام ده. فعشان كده منصات التعليم بتكون يعني ايه ليها الحظ الاقل في الموضوع الربحيه، ودي حاجه معروفه. بس كل واحد بيشتغل بالحاجه اللي يقدر عليها واللي يفهمها، ودي حاجه مهمه جدا. انا خلصت خلاص كل حاجه، الفرق بين الانستجرام والفيسبوك. اي حد يلاقي اي سؤال ممكن يسال في التعليقات. شكرا لكم وربنا يوفقكم.